هو يعني لا دخل صحابي، لان الصحاب بيخربوا البيوت، لا صاحبتي ولا صاحبه ولا قريبتي ولا قريبه ولا بابايا ولا باباه ولا مامتي ولا مامته، لان حقيقي في الاخر بتبقى برضو هو عايز يبقى شكله حلو وهي عايزه تبقى قدام مامتها وباباها، الموضوع في الاخر بيوصل للطلاق وبيوصل للمشاكل والصوت العالي، وفجاه هو ياخد بعضه ويمشي ويسيب القعده كلها، وبتبقى قله احترام في الاخر. ومفيش يعني، انا لو عايز رايي كامام مختار، ما ندخلش حد خالص نهائي، منعا باتا باتا. احنا مع بعض نقفل على بعض، نتفاهم، نروح للدكتور نفسي، المهم حد متخصص، حد فاهم، مش هيضرنا. طيب. ومش هيضللنا. دي نصيحه حتة مهمة اخيره بقى بتقولها لي انا كست متجوزه اهو وجوزي، عشان نقلل حته العند والنديه دي للستات تحديدا. انت مش ند للراجل، خليكي انثى في بيتك، مهما كان عنيد هينكسر عنده. لكن هو عند وانا بدات انا كمان اعلي وعند ونعلي على بعض، في النهايه الراجل هو سلطته اكبر بحكم ان هو القائد للاسره، ففي النهايه هيعمل حاجات تضايقك، فالنتيجه بتاعتها انت هتعملي ايه؟ تسكتي له؟ هضايقه؟ نسكت؟ لا ما نسكتش، ده احنا هنضايقه برضه ونجيب ناس تضايقه. بالظبط، لان خلي بالك كمان احساس الراجل بان هو قائد الاسره وبيتفرض عليا، ده بيخليه يعند اكتر. ايوه، فلو كل واحد ببساطه عرف دوره ان الست تبقى ليدي وانثى في بيتها، ايوه تمام، والراجل راجل يعني قوام، يعني عارف يعني ايه قوامه، يعني عارف ان الست لما بتعند ما ينفعش ناخد بكلامها، محتاجين ان احنا نهدي التون شويه، نحتويها، لان احيانا ده بيبقى غصب عنها، هي عايشه في ضغوطات طول الوقت مع الولاد، ضغوطات نفسيه، البيت حمل عليها، بتنظف وتكنس وتطبخ والعيال وتودي وتجيب وبتاع، فكل الحاجات دي بتضغطها، فلما تيجي تعند في وقت من الاوقات محتاجين ان احنا ايه نراعي هي بتتعرض لضغوط ايه. انت كمان مضغوط وانت طالع عينك علشان توفر لقمه العيش وتوفر لهم حياه كريمه، بس في النهايه انت الاعقل يعني بالعقل وبالدين وبالمنطق، الراجل هو اللي بيقود العلاقه، فلو اللي بيقود العلاقه عقله خف، ما هو الطرف الثاني اللي هو بتاع المشاعر. أيوة. الست لو عندت هتبوظ العلاقه. وعشان تقدر توصل لحياه كريمه، بما انك شقيان، انا بتكلم ده للراجل، شقيان وطالع عينك عشان تعمل حياه كريمه، الحياه الكريمه دي مش هتكمل ولا هتبقى كريمه غير بالست الكويسه اللي بتطبطب عليها وبتدلعها وبتحتويها في البيت، لان في الاخر الست هي عمود البيت. ده هي اساس يعني البيت. اساس البيت. بالظبط. استاذ عبد الله بشكرك جدا، استاذ عبد الله ربيع استشاري العلاقات الاسريه، دايما منورنا في حلقاتنا بكلامك الجميل. شكرا يا استاذ عبد الله. مشاهدينا يعني اخر كلمتين، وانتوا عارفين طبعا لازم اقول انا رايي في الاخر، لان انا شفت حاجات كتير قوي في الحياه، وخبره الحياه بتقول ان اي اتنين بيحبوا بعض مجرد ما في تالت بيدخل، الحب ده بيتقلب كره وعند، وبعد سنين وسنين يرجعوا يقولوا ايه، اصل فلان اللي وقع بينا، واصل فلانه اللي دخلت بينا، ولولا ان ابوكي قال الكلمه دي ما كنتش طلقتك، ولولا ان امك عملت معرفش ايه. بنسمع ده بس بعد خراب البيوت، بنسمعه بعد سنين. فأنا نصيحتي بجد لكل ست، العند أنت خسرانة، لو عندتي برضو خسرانة، لأن هيضايقك، هو اللي بيصرف فهيضايقك، هيلم إيده فهيضايقك، هيستفزك هيضايقك، هتبقى أنت متضايقة ياخد بعضه ويخرج مع أصحابه ويروح لمامته وباباه، هتتضايقي برضه. عارفة لو أنت ست ذكية ما توصليهوش إن هو يعند معاك، في طرق كتيرة قوي، والستات أشطر ستات مصرية يعني ذكية وعندها فطنة كده ودلع وحكمة ويعني، فخليكي ذكية، خدي اللي انت عايزاه بالطريقة، بالدلع، بالاحترام، تكبريه قدام أهله، تكبريه قدام ناسه وقدام صحابه، يعني كل ما بتكبريه وتديله تعليله دوز الرجولة، هو كمان هيعليلك دوز الأنوثة، يقولك لا ده أنا سيد الرجال، يعني ما بتفوتليش كده، يعني ما بتراجعنيش في حاجه. فخليكي ذكيه، العند ما بيوصلش غير للخراب والطلاق والانفصال. فلو انت بتحبي جوزك وخايفه على بيتك، ما تعنديش، مشي المركب يا فوزيه.